اوهايو. وصلنا على اوهايو وبلشنا بكليفلاند. طلع من كليفلاند لهلا محل ما نحن واصلين في ساعة سويقة، محل ما تروقت الصبح في ساعة تانية. اوكي نحن باوهايو مش بالعاصمة، بكليفلاند. رح نقضي يومين كتير حلوين فوكست على اللحمة، رح نتعلم عن اللحمة ومينلي عن السيرتيفايد انجس بيف. سيرتيفايد انجس بيف هو لوجو بنشوفه على كتير باكجينج باللحمة ببلادنا، بس ما بنعرف شو هو، من وين جاي، شو يعني، مين بيطبعه، شو هي الشركة او الشركات. سيرتيفايد انجس بيف جبتنا على كليفلاند، طلعنا بالطيارة من LA، قضينا هلا يومين هون تنقدر نتعلم اكثر واكثر عن اللحمه يلي بتوصل على بلادنا وبتطلع على كل بلدان العالم. شو يعني برايم كواليتي امريكان كاتل؟ رح نبلش بمنطقه حلوه كتير مثل ما بشوفها بالفلومه، مثل كانها بديزني لاند او بيونيفرسال ستوديوز، مثل ما بتشوفهم بذا اوريجينال اوفيشال امريكان ستايل تاون هول اتسترا. خبركم عن كتير اشياء. رح بلش اول شغله احكيكم عن المطعم، احكيكم عن المنيو، احكيكم عن سيرتيفايد انجس بيف. بس قبل خلينا خبركم عن جبران. بحس حالي بعرفهم كتير زمان، بحس حالي انا وياه كتير اصحاب، ايفن دو حكينا بس على التليفون عدة مرات. اند وي هاد ا فيري انترستينج ديسكشن، نحكي ذات اللغه ذات اللهجه، سالنا بعضنا ذات الاسئله، بنحب دفنتلي ذات الشيء اللي هو اللحمه. وي هاد ا فيري انترستينج فون كولز بدبي وبالكويت اند ذن على التليفون. ليك انا بامريكا، عن جد انت بامريكا، اوكي عظيم، يلا بنلتقى وجينا عم نتعشى مع بعض ضروري. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لك، وثانك يو لانك بتحب شو بعمل وبتعرف. ام ا هيوج فان، بيعرف شو رقم جنين اصابيع اولادي يمكن. اني واي جبران، ثانك يو سو ماتش. رح نبلش من الاول. اول شيء انت مين؟ انا جبران شربين، بشتغل بشركه سيرتيفايد انجس بيف، صار لي معهم 7 سنين. انت عندك علاقه بالكويت اول شيء، عندك كونكشن مع الكويت؟ يس ديفينتلي. انا خلقت بالكويت وعشت طول حياتي بالكويت، موست اوف ات بتوين الكويت ولبنان. وبعدين اشتغلت مع ديستريبيوتور بالكويت، اشتغلت مع اليسرى فود. okay. اليسرى الغذائيه اشتغلت معه. سيرتيفايد انجس بيف هو لوجو بنشوفه على باكجينج، بنشوفه بالسوبر ماركت، بنشوفه وين ما كان. مزبوط. بيعني شيء؟ يعني شيء كثير، يعني كل شيء. يعني كل شيء. افضل لحوم الانجس، افضل لحوم بالعالم هي سيرتيفايد انجس بيف. نحن وي ترانسكريتد ذا نيم للحوم الانجس المعتمده. نحن موجودين ب 55 بلد بالعالم، موجودين بي اول اوفر ذا ميدل ايست. طبعا سيرتيفايد انجس بيف هي علامه تجاريه لبراند اللحمه. هي this is the number one brand of beef بالعالم. And when I say number one brand of beef، ما عم بقولها كshow off أو boasting أو anything like that. بالعكس أنا عم بقولها because نحنا نشتغل مع أحسن partners around the world، نشتغل مع أحسن distributors، مع أحسن retail stores و supermarkets. وبنفس الوقت it starts at modest أو higher marbling، يعني high choice minimum. minimum. ثلاثة levels. مزبوط. select، choice و prime. Very good. نحن منبلش high choice modest marbling or high، يعني أعلى درجة choice. نحن بدي بلش بشي محل قول إنه بالثقافة تبعنا، إذا بدك بالكالتشر تبعنا، لحمة تبع الضيعة، ويمكن شوي ببلادنا العربية، إنه بتوصل أنت عند اللحام بتقول له أعطيني لحمة طيبة. أكيد. بس لازم تحدد له، أو أعطيني لحمة بلدي. مزبوط. بس لازم تحدد له. فاليوم من هلا وراي رح نبلش نحكي أكتر وأكتر. ساعات بتروح تتنقي شقفة لحمة، سأل من وين، سأل من وين جاي، شوف شو الباكجينج عليها، شو الستيكرز اللي عليها، لأنه في تعب، في شغل، في مصدر. أكيد أكيد طبعاً 100%. لازم تعرف من وين جاي اللحمة. أول شيء قبل ما تفوت بهي شو السيرتيفايد أنجس بيف، لازم أول شيء تكون predominantly black hided. شو يعني predominantly black hided؟ لازم تكون جاية من بقرة black أنجس قبل ما تفوت بأي شيء تاني. يعني بقرة من بلاك أنجس بنت عائلة مينيموم. مينيموم، this is it.
بعدين بدك تشوف if it's بتفوت بال 10 specifications 10 specifications لل certified Angus beef. رح نفوت فيهم كلهم بكرة بالميت لاب. You have an excellent time at the meat lab. بس ال first spec وأهم spec إن هي لازم تكون modest or higher marbling. يعني لازم يكون فيها المربلينج الرخام التعرق مثل ما بيقولوا له. كل ما كان فيها marbling أو هيدا ال intramuscular fats مش fat intramuscular fat عشان intramuscular fat produces oleic acids. Oleic acids هيدي ال good fat للجسم. كل ما كان في marbling بقلب الستيك انا بسميها لحمه بيضة. لحمه بيضة يعني عليك لحمه بيضة ذهب ابيض. خلينا نسميها بهالطريقه الناس تفرع بعضها صار تشوف لحمه فيها ابيض يعني عليك بتكون certified Angus beef 100%. هيدي مش دهنه no. هاي لحمه بيضة. لحمه بيضة وكل ما كان فيها لحمه بيضة كل ما كانت اعلى. متفقين. وبعدين شو القطعه اللي بتحب؟ كثير عالم بتقلك بدي فيليه او فيليه مينيون او تندرلون. جربت الريباي، جربت الستريب لوين، جربت الشورت ريبز، جربت البريسكت. بكرة عندك سوربرايز. بكرة عندك سوربرايز. إذا أنا صاحب مطعم وأخذت هذا المنيو تبعي yeah. وكتبت عليه بكل فخر سيرتيفايد أنجس بيف وحطيت ريجستر حطيت اسم البراند عليه أو اللوجو. اللوجو هذه الشغلة بتعلي لي من 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 قيمة مطعم ومن قيمة الكارت تبعي. يس مزبوط. بس there's a catch. You have to become branded أو licensed to put the logo on the menu. انتوا بتتابعوا ممنوع الزعبرة. لازم عشان to protect the brand, to protect المستهلك, the customer, and to protect the distributor. عشان بالنهاية we want the restaurant to become licensed انه مزبوط عم بيشتري certified Angus beef ونحنا we can check it عنا بالسيستم. لقينا اليوم سيتي سكوير لانه لحمته واو. انا كل نهار مش اكل كل نهار ما حطيت لقمة بدمي بدي اكل لحمة هالقد. You're about to have the world's best steak. طيب بدي ارجع ارد انا ما بقدر بموت بتحرقص بدي ارجع ارد على انا شو بعمل. انت من وين؟ من لبنان. خبرني قديش بتحب لبنان. انا بموت بلبنان. لبنان بلدي وبدمي. معنك مش خلقان لبنان. معني مش خلقان بلبنان بس ستيل الدم ما بيصير مي. الدم عمره ما بيصير مي. انا الاصل نحن انا من بيت شربين فالاصل من سور. انا الاصل من الجنوب من سور بس لما ننزل على لبنان انا ساكن بزوق مصباح. Yes. رح نقضي يومين مع بعضنا بتحضرون بالفيديوز اللي بعدهم. الليلة أنا جوعان وبدي أكل لحمة. صحتين. انا مستحلي بطاطا. بطاطا مسلوقة كريفينج and then فرايز very thick parmesan truffle fries. هدول كتير طيبين كتير مهمين. اطيب من كتير فرايز شفتهم قبل وبيكونوا هيك صودي and then comes this. يا ويلي قرب قرب شوف 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 اوه فلايبرز بورك سكين بورك اي دونت نو وات بورك بيلي. طيبين ايه بورك سكين بيلي. يب اند ديليشس. تعال خليني صبر اطلبه غيره. بدي بس اشيل اللحمه تنبلش نبلش صح تفرجيهم كيف هاللحمه زبده سمبل بوتر يت ود التكشر ود بودي ما بتدوب دوابين وبتحسوا فيها. It just feels, it tackles the teeth, it jumps on the tongue, it feels something. Super juicy on the inside, loaded with flavor. Can't wait. اليوم وبكرة وبالفارم و all the way. صحتين. Cheers. To our amazing Cheers. Thank you. Enjoy. شبران شو لازم اعرف بدي اطلع باللحمه شو لازم اعرف ليك هالسبريد. طلع مثلا عندك بونن ريباي اوكي وان اوف ماي فيفرتس. عندك توب سيرلوين اوكي كمان من قلهم بيسبولز. عندك نيويورك ستريب
هذه نيويورك ستريب البرجرز، وعندك الدلمونيكو او الريباي، طبعا كله سيرتيفايد انجس بيف. بس بدي اقول لك شغله كثير مهمه. Yes. اطيب قطعه ميديوم رير اوف كورس، اطيب قطعه بالبقره كلها اوكي هو السبيناليس الريب كاب اللي شايفه هيدا هون. I highly advise you Anthony تاكل هيدي السبيناليس separated او الريب كاب. هيدي انا بشيلها I twist it و I make them into lollipops. بقلها spinalis lollipops أو rib cap lollipop. وهيدي أطيب قطعة بكل البقرة. شو رأيك؟ رائع. Juicy, tender, flavor. بليز ما تحطوا صوص على اللحمة. ممنوع. بليز. لحمة فيها صوص تبعها فيها جوس. هلا انسى هيدي، هيدي جايبينها بيبر كورن مع كونيا سبيشل اديشن. سبيشل اديشن بس كله لازم يكون ميديوم رير. سو اللحمة تما تنزل المي، انتبهتوا تما تنزل الليكويدز، تما تنزل البروتينز الهيموغلوبين، لازم تكون مرتاحة. برافو برافو. معلومة كثير مهمة باي ذا واي. فيري جود. هيدا مش دم. اتس ميد اب 70% مسل او اكثر. هيدا بنقول له مايوغلوبين، منه دم، مي. المسل فيه مي، بنقول له مايوغلوبين، فمنه دم. Enjoy. My Cheers. Global. Cheers. Very good meal. Mm-hmm. Enjoy. لما يلا ربيع يلا كريم يلا. يلا نايس. وبالآخر في عنا البرجر، عندكم كمان برجر ميل؟ طبعاً. عنا ground beef، عندك 80-20, 75-25, عندك different blends 90-10 اللي بدك إياه عندك. different types of blends وبكره بنحكي specifications شو اللي بيخلي certified Angus beef ground beef اطيب ground beef ever بالعالم. اوكي ميديوم المفروض كانوا عملوها ميديوم. اسمح لي رح اعمل هيك ضروري صندوق اللحمه ضروري ضروري. the specific taste of good meat. ما في خبز ما في بيض ما في خلطة سحرية. هول مسل كات مش تريمينجز، هول مسل تريمينجز عندك. راح التاني قنينة ملتقى فيكم بعد تالت قنينة. تشيرز أنتوني. تشيرز جايز. فتنا على ضو وطلعنا على عتمة، صارت ساعة 8 ونص، تعشينا شوي بكير. هارليز وأجواء أمريكانية all the way. طلع وراي الطقس ليش حلو. كانت سهرة حلوة، تعلمنا، تسلينا، ضحكنا، جبران رائع. فما نعرف اذا بعملكم فيديو واحد بهذا العشاء او بنعمله مجموعه كلهم سوا بـ the whole experience of Cleveland. anyway هلا بنشوف. نايس وصلت، كانت الحراره 10، برد، هلا هوا سخن، مش لابس شيء تحت. هاي امريكا كيف بتغير الطقس. beautiful Cleveland. one hour drive back to the hotel. And we'll see you tomorrow at the farms.